صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل شيء مقدر، حتى الكلام العادي الذي نتكلم به والأفعال الصغيرة التي نفعلها على مقتضى العادة؟ نعم، كل شيء هو مقدر، كل شيء هو مقدر، لا يجري في هذا الكون من شيء إلا وقد قدر الله أنه سيكون وسيحصل، لا بد أن تؤمن بذلك. نعم.